اوكي، طب ايه موضوع الابر؟ يعني شفت برضو ليكي علاج بابر، يعني ايه لازمتها؟ دي مش الابر الصينيه، هي اسمها دراي نيدلينج، دراي نيدلينج الابر الجاف. دي استخدامها بره في كل حته دلوقتي، ان هي من الحاجات القويه قوي في ان هي بتقلل الالم قوي، الامبلس بتاعها او ان انا ما بحط، هي ما فيهاش ماتيريال. يعني هي دي اللي معانا ولا دي ايه؟ دي دراي نيدلز معاها الكتريكال ستيميليشن، يعني متوصله بكابلات بجهاز بيعمل امبلس كهرباء فاستيميليت العضله ان هي تفرز حاجه اسمها الاندورفين. يعني ده مثلا لو رقبه موجوعه، اي حاجه رقبه موجوعه، شد عضلي، تمزق عضلي، اي مشكله من الاصابات دي، بتقلل الاحساس بالالم. بالظبط بالظبط. عن طريق ان انت تقلل الاحساس بالالم بيحصل الريكفري او الاستشفاء، فكل ما بتزود البرين يفرز مواد تسرع الاستشفاء العضلي. بس هي مش حق، يعني مش علاج. هي علاج، هي علاج طبعا. ده اللي انا عايز اقوله، ان هي بتقللك احساس الالم لكن مش بتعالج اصل المشكله. لا ولا لا. بتعالجها؟ لا بتعالج. احنا مش بتقلل احساس الالم كمسكن. لا، ده هي بتخلي البرين يفرز حاجات تسرع الريكفري، تسرع الاستشفاء، تسرع الالتئام العضلي لو في مزق او حاجه. فهي من الحاجات، من التوز اللي بنستخدمها حاليا، ودي مش يعني هي موجوده من زمان بس احنا في مصر ما كناش بنستخدمها كتير. عندنا حاجات كتير قوي. بس الابر دي مش مبنيه على نفس مبدا الابر الصينيه، فكره ان انت بتحطيها في اماكن معينه الابر الصينيه ماشيه بكونسبت الميريديان لاينز، يعني الصينيين قسموا الجسم لخطوط عرض ونقط. يعني ممكن يكون بيعالج لك كتفك يحط لك النيدلز في رجلك. لا، احنا ده بنشتغل سبيسيفيك على المكان نفسه اللي فيه مشكله. هي شويه الكونسبت بتاعها مختلف عن الابر. بتوجع بقى ولا ايه؟ لا خالص، تعالي جربي بس تلاقيش. ايه ده؟ ايه ده؟ وبعدين ايه؟ ابره وكهرباء، والمفروض ان ده بيقلل الالم مش بيقلب. انت فاهمه النظريه؟ طب في والله بيقلل الالم. دي جميله. لا خالص، مفيش نوع رفيع قوي، مش بس ستيل برضو ابره يعني. طب خليني اسالك على نقطه برضو ثانيه. الضغط الذهني زي ما بيتقال، او الناس اللي هي بتفكر كتير قوي، في ناس كده وبترهق نفسها، وبالتالي ده بيأثر عليها بدنيا، فده ايه بقى ممكن يؤدي ايه؟ الستريس عامه ده والاوفر ثينكينج والحاجات دي بتعملي ماسكل سكيليتال بين فظيع، بتعملي الم في العضلات بتاعه الجسم كلها. الم في المفاصل، وده الكونسبت الدكتور يفهمه شويه من العيان. يعني لما تيجي تدخلي لي واقول وتقولي لي اوجاع متفرقه ملهاش علاقه ببعض، يعني فبالنسبه لي بفهم ان الموضوع ساعتها نفسي. لكن هي الاوفر ثينكينج يعمل كده. قله النوم، لو جسمك ما نامش الفتره الكافيه بتاعته 8 ساعات في اليوم، فما حصلش على الريكفري بتاعه، وان البرين يبدا يفرز المواد اللي هي المفروض تديك ريلاكسيشن على مدار اليوم، والمفروض تحفز افراز خلايا كتير في جسمك، بيبدا يحصل الالام العضليه والمشاكل العضليه. فده عامل مهم جدا لعامل النفس. وكتير قوي من الحالات بتاعتي ممكن ما تتحسنش بسبب المشكله دي. يعني يجي حد بمشكله يقول لك انا بلف بقالي 9 سنين، هو مقتنع نفسيا ان هو عنده مشكله كبيره قوي ومش هيتحسن، فبيبقى ده اصعب مريض ان انا اعالجه. المشاكل اللي بيبقى عنده مشكله اصلا نفسيه، هو عنده مشكله نفسيه ورابط كل حاجه بالمشكله البدنيه اللي عنده او المرضيه. فدايما يجي لك هو جاي زي ما بنقول تقضيه واجب، انا جاي للدكتور وخلاص بس انا مش هتحسن، او هو مقتنع انا مش هتحسن. عملت اللي عليا يعني. انا عملت اللي عليا وخلاص بس انا مش هتحسن. طب هنتحسن ان شاء الله.